السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهجرة من الكاد إلى البيم، هل لازم كل الشركات تهاجر من الكاد للبيم، ولا في شركات لا الأفضل إنها تفضل مستمرة في الكاد وما تروحش للبيم؟ لا، في شركات ينفع يكون الأنسب ليها إنها تكمل في الكاد وما تروحش للبيم لو هو الفكر بتاعها حاجة ثابتة. يعني إيه حاجة ثابتة؟ يعني هي شركة كل شغلها مثلا في الفلل، تمام، كل شغلها في الفيلا، فخلاص هي هو الراجل عارف كل ابعاد الموضوع، اي حد بيطلب منه فيلا فبيعمل 20 فيلا قبل كده زيها، فبيبقى عارف ايه المشاكل اللي ممكن تظهر، وعارف التكلفه بتاعتها كام بالظبط، تمام. يعني حتى لو الراجل قال انا عايز حمام سباحه او حمامين سباحه، فهو عارف التكلفه بتاعت الفيلا قد ايه بالمساحه ديت، والحمامين بيكلفوا قد ايه، فالموضوع مش يعني خلاص هو فاهم الفكره كلها، شغال في نوع معين من الشغل وحافظه صم، ومش محتاج ان هو يعمل نموذج للشغل، خلاص هو راجل متخصص في حاجة معينة، تمام، وبيعملها بشكل. ممكن يكون مثلا متخصص في حمام السباحة وخلاص، هو مثلا عمل الاف حمام سباحة، فعنده الاف النماذج معمولة بالاوتوكاد وخلاص هو فاهم الفكرة، مفيش مباني تحدي بالنسبة له، مفيش، ما بيحبش يخاطر وياخد مبنى يونيك او مبنى شكله مختلف او مبنى ما عملوش قبل كده، لا هو خلاص كل شغله في حاجه واحده، تمام. يعني في ناس كده متخصصه في فيلل، متخصصه مثلا في نوع معين من المباني، متخصصه مثلا في نوع معين من الشغل، مثلا حمام السباحه، جاكوزي بتاع، فخلاص ده مش محتاج ان هو يتحول للبيم ويبدا يدرب الناس. وهو طبعا هو لو اتحول للبيم هيكون افاد له كتير، لان خلاص هيبقى المعلومه بتاعته اكثر دقه، هيوري الناس حاجه 3D، هيفهم كل العمال ايه الحاجه المطلوبه منهم. بس بعض الشركات تقول لك لا انا كده كده انا شغال فيلا، مفيش حد بيطلب فيلا 4000 دور، هو كله بيبقى مطلوب دورين ثلاثه دور، يعني الموضوع بسيط، ما فيش اي في حاجه جديده. فممكن في شركه تكمل في الكاد، تمام، لو هي كل شغلها حاجات في حاجه معينه هو بيتقنها، بيلعب هو على الشط، ما بيحبش يدخل في الميه، ما بيحبش يغامر، اي شغل بيجي له تاني بيرفضه، هو مركز على حاجه معينه، تمام. ممكن يكون مثلا معتمد من شركه مثلا فندق سميراميس مثلا، هو بيعمل الفنادق بتاعته كلها وكلهم نفس النوع، فهو بيروح عارف التكلفه وعارف الكلاشات وعارف المشاكل وعارف الوقت وعارف كل حاجه، فمش محتاج ان هو يعمل نموذج. حتى لو عمل نموذج مره واحده هيفضل ياخد نفس النموذج ده يطبقه، فده نوع من انواع المكاتب اللي مش لازم تتعلم بيم وممكن يكمل كذا زي ما عايز.